السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هعمل لكم كشكشة النهاردة بالدواسة دي. كشكشة من أسهل ما يمكن، بسيطة وسهلة جدا، وكشكشة ممتازة منتظمة وممتازة جدا جدا جدا. أنا كنت من كام شهر كده كنت في الرويعي، كنت بشتري دواسات وبشتري شوية طلبات كده، وبعدين اشتريت الجهاز بتاع البيه، جيت اشغله ووقف لي المكنه وخلى البرمجه بتاعتها باظت، وبعدين صلحتها. فرحت شلت الكيس اللي فيه الحاجات كلها، اتضايقت طبعا وشلت الكيس اللي فيه الحاجات. كان من ضمن الحاجات الدواسه دي، كانت موجوده عندي من كام شهر بالصدفه وانا بكركب في حاجات امبارح، لقيتها. قلت اوريكم الكشكشه بيها، هي ممتازه جدا، افضل كتير من الدواسه اللي هي ام مسمار. تعالوا نشوف، نبدأ نكشكش بيها ونشوف هنعمل ايه. طيب قبل ما نبدأ الكشكشة بالدواسة دي، قبل ما نبدأ كشكشة بيها، حابة بس اعرفكم عليها الاول. هي الدواسة كده اهي، شكلها كده. انا بقربها من الكاميرا خالص اهي عشان تشوفوا شكلها، ومعاها القطعتين المعدن دول، واحدة اتخن من واحدة. اهو هوريها لكم كده، واحدة اتخن من واحدة. المفروض ان احنا التخينة دي اللي بتعمل كشكشة اكتر، دي بتعمل كشكشه اقل، بس انا لما جربتهم امبارح لقيتهم قريبين، الكشكشه قريبه من بعض. احنا هنكشكش سوا ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب دي بتتركب ازاي؟ انا عندي هنا مسمار، عندي هنا مسمار بركب فيه القطعه دي، بركبها كده من الناحيه دي، هي ناحيه مشطوفه اهي، ناحيه مشطوفه وناحيه سليمه. انا بركبها من الناحيه السليمه اللي هي فيها مفتوحه كده، تمام. بركب دي او بركب دي، اهو هركبها كده. هفتح المسمار ده كده شوية، اهو هفتح المسمار ده. هي ليها مستويات، ليها مستويات. بدخل دي اهي، بفتح المسمار كده اهو، وبدخل دي كده اهي بالراحة خالص كده. طيب انا عندي هنا الفتحة بتاعت اللي بتنزل منها الابرة، بخلي اول حرف دي عليها اهي كده. لازم الخرم ده يبقى مفتوح بالطريقه دي اللي باين في الكاميرا ده، ما ينفعش انا ادخل دي جامد كده وداري الخرم ده، يبقى الابره هتتكسر. لازم وانا بعملها اخلي الدايره بتاعت اللي بتدخل فيها الابره دي موجوده باينه قدامي كده. ولو عايزه الكشكشه تبقى اكتر هخرجها بره شويه وهتبقى بالشكل ده، خلاص. والتانيه نفس الكلام. طيب انا هعملها الاول على الضيق اهو، يا دوب الخرم بتاع الابره باين اهو كده، الفتحه دي كده، وهقفلها كده اهو، وهركب بقى الدواسه دي مكانها ونكشكش نشوف الكشكشه هتبقى عامله ازاي. طبعا زي ما احنا عارفين، احنا لما بنيجي نكشكش بنفتح البكر على الاخر عشان نخلي الغرزه على اوسع حاجه، تمام، بنخلي الغرزه على اوسع حاجه. تعالوا بقى نبدا نكشكش كده. انا هعمل لكم الاربع مستويات، المستوى ده اللي هو ده على الضيق، والمستوى على الواسع بالدواسه الرفيعه، وهعمل لكم برضو على المستويين دول. تعالوا كده نشوف هنعمل الكشكشه ازاي ونشوف شكل الكشكشه هيبقى عامل ازاي. كده انا ركبت الدواسه وعاملاها على اول مستوى للخياطه، وفتحت البكره للاخر، وهبدا اكشكش عشان نشوف اول مستوى للكشكشه هيبقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم، قولوا لي رايكم في الصوت. انا مركبه كده المايك، الفون، مركبه الفون بتاع الجهاز نفسه بتاع التليفون، عشان انا بصور بالموبايل، فمركبه السماعه العاديه، الفون العادي. ووصيت ناس يجيبوا لي ميكروفون، قولوا لي الصوت عامل ازاي بالطريقه دي كده. هو السلك مضايقني طبعا وانا بشتغل، بس مش مشكله لحد ما يجي لي الميكروفون. هنبدا نكشكش كده، نسمي الله ونكشكش ونشوف القماشه هتتعمل ازاي. بسم الله. شفتوا كشكشه عامله ازاي؟ اهي كشكشه حلوه جدا، وده اول مستوى في الكشكشه اهو. تعالوا بقى، انا هشيل المسمار ده، هفكها تاني واحط وازود الكشكشه، شوف ايه اللي هيحصل. انا بحبش افك الدواسه وانا بصور، لان انا عندي ما بعرفش افك مسامير دي مشكله عندي. طيب انا عملت الكشكشه والدواسه كده اهي. طيب انا هفتحها شويه عشان اكشكش قطعه تانيه ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو هفتحها كده شويه، ابعدها شويه اهو كده، ونشوف ايه اللي هيحصل.
اهو بص حضراتكم كده اهي، تمام بعيد شويه اهي هعملها. طبعا انا لما استخدمت دي لقيت ان دي افضل كتير من الدواسه ام مسمار. ام مسمار بتعمل الكشكشه مش مظبوطه، يعني ممكن تبقى شويه مكشكشه وشويه لا وكده، لكن انا لاحظت ان دي بتعمل كشكشه جميله ومظبوطه ومكشكشه بجد يعني. اهي اهو بسم الله، لا هي الفتله كده مقطوعه اهو بسم الله. ادي الكشكشه بالمستوى التاني اهو، كشكشه حلوه جدا مظبوطه جميله اهي كده. ده مستوى اهو اهو، وده كده تاني مستوى. طيب تعالوا نشوف التخينه هتبقى الكشكشه بتاعتها عامله ازاي. انا متهيالي دي متكشكشه اكتر من دي اهي، دي مفروده شويه باينه اهي في الكاميرا، مفروده باينه شويه. طيب تعالوا بقى نشوف، نحرك دي ونركب الجزء التخين ونشوف الكشكشه هتبقى عامله ازاي. كده انا ركبت الجزء العريض وحطيته على اول الفتحه بتاعت اللي بتدخل منها الابره. هنكشكش كده ونشوف الكشكشه هتبقى عامله ازاي. بسم الله اهو، نقيس دي على دي اهي. انا عامله اجزاء قد بعضيها اهي، الكشكشه اكتر اهي في هنا كده، الكشكشه اكتر اهي. اهي حلوه كشكشه متساويه مظبوطه جميله جدا اهو. ده تالت مستوى للكشكشه. طيب هنفتح بقى الدواسه وبعدين نشوف المستوى الرابع للكشكشه اهو. انا كده كنت عاملاها كده اهي على اول الفتحه، هزود الفتحه وهنشوف الكشكشه هتبقى عامله ازاي. اللي هيسالوني يقولوا لي انت جايبه الدواسه دي بكام، انا بصراحه مش فاكره لان هي كانت عندي بقالها كذا شهر وانا كنت ناسياها، لكن هي تقريبا في الثلاثينيات، ممكن تبقى ب 30 ب 35 في الحدود دي، انا مش متذكره قوي بصراحه. لو رحت الرويعه هعرف لكم سعرها وهقول لكم، لو كنت ليا طلب في الرويعه كده ولا حاجه ورحت ناحيتهم هسال لكم عليها ان شاء الله، لكن انا دلوقتي مش متذكره هي بكام بالظبط. طيب هنعمل كده اهو، انا هبعد الكشكشه شويه اهو، هبعدها خالص كده ونشوف الكشكشه هتبقى عامله ازاي. على فكره انا قصه اربع شرايط قد بعض، قصه الشرايط دي كلها قد بعضيها عشان اوريكم مستوى الكشكشه هيبقى قد ايه وعامل ازاي اهو. طيب نشوف المستوى الرابع للكشكشه بسم الله بسم الله المستوى الرابع شفته عمل ازاي، مكشكشة مخليها زي ما تكون كسر صغيرة اهي، ومكشكشة كتير قوي. يعني احنا لو جينا لاول جزء في القماش اهو هنلاقي اول جزء في القماش يعني متكشكش ضعف الكشكشة اهي. يعني احنا نقدر نقول دلوقتي كده احنا لما نحط المستويات بقى هيبقى ده اكتر مستوى للكشكشه اهو. انا هسويهم كده اهو، ده كده اكتر مستوى للكشكشه، وده المستوى اللي بعديه اهو، ده كده اهو اول مستوى، وده كده المستوى اللي بعديه اهو، وده كده اللي بالقطعه الرفيعه مش السميكه، وده كده بالقطعه الرفيعه اللي هو اول مستوى. احنا كده معانا اربع مستويات للكشكشه، كشكشه مظبوطه، كشكشه متساويه، كشكشه جميله جدا وسهله جدا عن المسمار. يعني انصحكم لو هتشتروا دواسه بلاش الدواسه ام مسمار، اشتروا الدواسه اللي زي دي. الدواسه دي تحفه جدا جميله، سهله وبسيطه وعامله كشكشه مظبوطه زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشيروه لاصدقائكم وتنصحوهم يشتروا الدواسه دي لان الدواسه دي جميله جدا. واعملوا لايك للفيديو عشان يترفع عشان اكبر عدد ممكن يشوفه، لان موضوع الكشكشه ده بيهم ناس كتير جدا. اشوفكم على خير، سلام عليكم.